وفات السيزون 6 بالانفجار العظيم اللي نظمته سيرسي لانستر. قعدت على ايرون ثرون، ولدها تومين انتحر، وعرفنا اللي جون سنو واشتر تارجارين واشتر ستار ولا ذا كينج ان ذا نورث، وفي بالهم اللي الحرب وفات، وهي في الاصل مازالت ما بداتش، خطر العدو الحقيقي مازال يستنى فيهم. بهي 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 مفدلك. واخيرا ما عادش باش نسمعوا الجمله الشهيره المعروفه وينتر از كامينغ، وليت توا وينتر هاز كام. اخر مره تفرزنا في جيم اوف ثرونز كانت الموسم السابع جويي 2017، بعد عامين باش ترجع لنا السيري في 14 افريل 2019. متكونه من 6 حلقات، كل حلقه بلوز ما طولها 90 دقيقه، كل حلقه عباره على فيلم. هبط تيزر وتريلر وتريلر لاين اب نتاع اتش بي او، ونراو لقطه من جيم اوف ثرونز واحنا هنا نستناو. وبما انه تعداو عامين على اخر سيزون، اكيد رانا نسينا شويه احداث وما عادش نتفكروا اهمها. نبداو الموسم السابع بآريا تقتل الجنود ذا هاوس فري، وين حطت لهم السم في ماكلتهم بعد ما قتلت وولدر فري وخذت له وجهه على خاطر ذا نورث ريممبرز. ذا وايت وولكرز ارمي كالعاده مقدمه تجاه ذا وول، من جهه الاخرى جون سنو هو والحلفاء نتاعو يلوجوا في حلول، واهمهم الدراجون جلاس اللي لازم يصنعوا منه اسلحه مادام هيك نقطه ضعف الوايت وولكرز. دانيرس اجتمعت مع الحلفاء نتاعها اولينا تايريل، يارا غري جوي، الاريا ساند، ويخطوا كيفاش باش يتصرفوا مع سيرسي ويحاصروا كينجز لاندينغ باقل ضحايا ممكنه. سيرسي وجيمي من اخر لانسترز يحسوا في رواحهم ضعاف ولازمهم حلفاء. يظهر يورن غري جوي، كي ولات يارا تحكم لازم يعلن عليها الحرب باش يولي هو في السلطه. حاربهم في البحر، غلب لغري جوي وهاوس دورن زادا، خاطر وقتها هما في السفينه معاهم. اما ثيون هرب. يورن يحب يقدم المساعدة لسيرسي مادام عنده من أقوى السفن، والبحر أسهل حاجة باش يتنقل فيها عنده. بالمقابل يحب يعرس بها، وبطبيعة باش ترفض وماهيش باش تعطيه الثقة. لين يجيب لها إيلاريا ساند وبنتها تيان ساند اللي قتلوا لها بنتها ميرسيلا بالكيس أوف ديف، وخلى عنده يارا محبوسة. وتقرر سيرسي أنه يورون يولي القائد متاع اللانسترز في البحر وجيمي القائد في البر. سام في سيتاديل معذب، بيني طيب يقرأ وينظف، تقول عايش في بوب فاكتوري، غادي يقابل سير جارة وبش يداويه من الجري سكيل. ما يبعدوش على بعضهم ولا وبشرق زادة خريطة فيها جبل معبي بدراجون جلاس موجودة في دراجون ستون، وبش يخبر عليه جون سنو. دينيرس ترجع لدراجون ستون، هي مازالت كي وصلت وجيها ميليساندري وتحكي لها على جون سنو. تيريون زادة جي من جهة ميليساندري، سو يبعثوا له رسالة بش يجي and bend the knee. جون بش ياخذ ريسك يخلي ذا نورث لسانسا وبش يقبل، او كمنه يشوف دينيرس منه يلوج على دراجون جلاس ومنه يطلب المساعدة بش يحارب الوالكينج ديد، والاهم يقنع اللي دايرين بيه اللي هما موجودين على خاطر لحد الان حتى حد ما هم صدقوا. اريا ملي كانت معامله ماشيه لكينجز لاندينغ باش تقتل سيرسي، قابلت صديقها القديم هوت باي وحكى لها اللي البولتنز ماتوا وجون سنو ولا كينج ان ذا نورث، سو باش تتبدل الوجهه نتاعها وترجع لوينترفيل. دانيرس قعدت برشا تخمم وتخطط، اما سيرسي ما بطات الجمله، بدات بالاتاك، قعدت تقتل كل مره حليف وتضعف فيها. يا اخي كاليسي بعثت الانساليد بالسفن باش يحاصروا اللانسترز في الكاستلي روك، حتى حد ما هو موجود ابخ شويه جنود وتتقلب عليهم العركه. يورن في البحر اللي عمل كونتر اتاك، واللانسترز طلعوا مشاو لهاوس تايريل باش يقتلوهم زاده، وبالاخص اولينا عطاها جيمي سم باش تكون موتة بلا شجاعة، وقبل ما تموت قتلوا اللي هي حطت السم لجوفري باش مات باش تزيد تقهر سيرسي. وفي هذا الكل تكمل دانيريس تخسر هاوس تايريل زاده. اخر سيرفايفرز من الجراي جوي اللي ضد يورن لموا بعضهم في سفينه، منعوا ثيون ومشيو لدراغونستون. غادي ونتلاقى ثيون وجون سنو. ثيون جاي يطلب المساعده من دانيريس باش يمنع اخته من اورون، اما ذا كوين مشيت لذا ريتش باش تحارب ذا لانسترز. كهو نراو جيش من الدثراكي الصادمين دراكاريس قتلوا اللي قتلوا وحرقوا اللي جا قدامهم، لين جا برون اللي شبه لهذا في ذا هوبت وزوز يحبوا يقتلوا الدراغون. دراغون تضرب ويطيح، دانيريس ليه مع دراكاريس وجيمي يستغل الفرصة باش يقتلها، لين آخر لحظة بران ينقذ الموقف مرة أخرى. اللي قعدوا حيين دانيريس لمتهم قدامها، اللي يحب ينضم معاها يركع واللي ما يحبش باش يموت، وبوسام رانديل تارلي وولدو بريكون ديكون قعدوا واقفين. دراكاريس سير جورا يرجع لدراغون ستون يتلاقى هو وكاليسي، اما المرة هذه المنافسة صعيبة، زعما يخرج من الفريند زون ولا المرة هذه جون سنو في اللعبة. اوه اوه
جون سنو يعرف على طريق رسالة اللي آريا وبران حيين ووصلوا لوينترفيل واللي بران شاف الوايت وولكرز قاعدين يقدموا. جون يحب يرجع لوينترفيل ويحب من كاليسي تعاونه. كاليسي متنجمش تسيب بلاست على خاطر تخاف من سيرسي لا تصدم، وسيرسي من با تصدق حكاية الوايت وولكرز. تيريون لانستر وسير ديفوس يمشيوا لجيمي باش يعطيوه اقتراح متاع دينيرس ويروحوا بجندري معاهم. عرفتوه جندري ما هو اللي ركبوه في البط في سيزون 3 ورجعنا له كان توا في سيزون 7. مو شافعوش في سيتاديل من مايسترز والارش مايسترز قرر يهز له كتب اللي ما عندوش الحق يمسهم، حطهم في ساكو وركب هو وجيلي وليتل سام وسايه خرجوا بدون عوده. نورد بايلش اكثر انسان غريب وما تفهمش شنو يحب ولا فاش يعمل، جست تبدا في بالك اللي هو يبدا يخطط في حاجات شريره. كل مره يرمي في الكلام مع العبيد ويخطط من ورا جون سنو سانسا اريا، وكمل سانسا تفيق بالوجوه اللي عند اريا. برشا اسئله دخلت بيناتهم. جون سنو لم جروب متكون من سير جورا، تورموند، ذا هاوند، جندري، توروس ودنداريون على أمل أنهم يشدوا وايت وولكرز بشي يوريوه لسيرسي. تعاركوا مع وولكينج ديد دب وواحد يشبه للكينج أما ماهوش كينج. بيه بيه كهو جاوبش يشدوا الوايت وولكر ياخي ولا يعيط وجاب لهم جماعته. الجروب الكل في مشكلة كبيرة. جندري أسرع واحد فيهم لازم يمشي جارية للإيست واتش يبعث رسالة دينيرس ويحكي لها شنو صار. جون سنو أصحابه عاركوا لآخر لحظة لين جات دينيرس منعتهم. الناس الكل بشيركوا على دراغون ويهربوا، لكن آخر كلمة مازالت عند النايت كينج واللي صارت أكثر حاجة مش منتظرة أنه يقتل دراغون بسهولة هيكي. يهربوا جماعة خافوا لغوا دو لانوي يقتل دراغون آخر. جون سنو قعد غادي مازال محاصر. في آخر لحظة يجي منعوا أنكل بنجن اللي أعطاه أحصان متاعو بشه ربي. جون سنو صرح لدانيريس اللي هي الملكة متاعو، قال لها ماي كوين. Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. من جهة الأخرى الوايت وولكرز والنايت كينج بسلاسل الكبار يطلعوا في الدراغون اللي قتلوه، ولين هو زادة ولا تحت سيطرة متاع النايت كينج. العروش الكل تلموا، الكل بجنودهم بأعدائهم بصحابهم. خرجوا الوكينج ديد لسيرسي باش أقنعوها اللي هما موجودين باش تتحالف معاهم على شرط واحد. جون سنو ذا كينج ان ذا نورث يقعد نوتخ بعد الحرب، معناها ما عادش نجم يحارب مع كاليسي. وبطبيعة جون رفض خاطر الكوين الوحيدة بالنسبة ليه هي دانيريس. سيرسي ما عجبهاش القرار ورفضت كل شيء. باش ما يخرجوش ايديهم فارغه وعملوا الرحله هذه الكل ما غير حتى شيء، تيريون قرر يمشي يحكي مع سيرسي ويشوف كان ينجم يبدلها رايها باش يعرف اللي هي حبله من جيمي كالعاده وباش تتفهم الوضع وباش ترجع لهم باش تتحالف معاهم. هذا شنو قالت في العلن، اما بينها وبين روحها عندها مخطط اخر هي ويورون والفلوس اللي باش تاخذهم من الايرون بانك. نرجعوا للورد بايلش في باله باش يدخل سانسا واريا بعضهم، طلعوا فايقين باللعبه وما همش باش يحصلوا. وقررت سانسا تحاكمه على قتل وخيانه وقت قتل لهم خالتهم لايزا ارين وقت رمها من المون دور، وهو اللي قتل جون ارين اللي كان هاند اوف ذا كينج قبل نيد ستارك باش بدات المشاكل بين اللانيستر وستاركس. وتواطأ مع سيرسي وجوفري باش يخونوا ونيد ويقتلوه. بالطبيعة الدليل اللي عندهم عليه كان براني نجم يشوف الماضي وعاود له بالحرف شنو قال النيد آخر مرة. سانسا تعطي الأمر أريا تنفذ. سيرسي وجيمي ما عادش متفاهمين. جيمي يحب يعارك الوولكينج ديد مع دينيريس وجو، وسيرسي تحب تعمل اللي في راسها. عندها حاجة أخرى تدور في مخها باش تقلب عليهم اللعبة، وقررت باش تطرد جيمي من كينجز لاندينج وكان يقعد غريغور كليجين يقتله. سام يرجع لوينترفيل وبران أول واحد يقابله، وبران باش يحكي لسام سر على جون سنو ما يعرفه كان هو. جون ماهوش ولد نيد ستارك، جون ولد ريغار تارجاريان وليانا ستارك. عرسوا بالسرقة على الناس الكل خاطر قبل في بالنا ليليانا كانت خطيبة روبرت باراثيون، وصرت تمرد بين باراثيون وترجاريان خاطر روبرت في باله اللي رايجار خطف ليانا واختصبها، معناها الروبليون هذه الكل صارت على كذبة. ليانا عندها بيبي من رايجار باش تموت وهي تولد فيه، والبيبي اللي نعرفوه تو هو جون سنو والاسم الحقاني ايغون تارجاريان. You know nothing, جون سنو. نيد باش يخبي على اخته قال اللي هو ولده من امراه اخرى وسميه جون سنو. ماهوش الباسترد اللي عرفناه من الاول، هو الوريث الشرعي للايرون ثرون. في الضفة الاخرى عنا دينيرس اللي في بالها هي اخر ترجاريان وتحب توصل للايرون ثرون مهما كانت التكاليف، اما توا فما حاجات ما ابجل.
رست ان بيس سير جورب ماكش باش تحرك من الفريند زون. اما في الضفه الاخرى المعاكسه لكل شيء ذول قاعد يطيح بالدراغون تاع دينيرس اللي ولا ذا نايت كينج يتحكم فيه، والارمي اوف ذا ووكينج ديد مقدمه باش تحارب، واول مره في تاريخ ويستروس ذول يطيح ويتعداوه ذا ووكينج ديد. هكا نكون لخصنا الموسم السابع لجيم اوف ثرونز، تعدينا على اهم الاحداث باش نحضروا رواحنا للموسم الثامن، خاطر جورج ار ار مارتن محضر مفاجئات اسكي باغي.